أشواطنا الصباحية الجميلة، الأشواط المثيرة، والتواصل مع أشواط الإنتاج. وأحيل الكلمة والميكروفون لزميلي مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين. أيها الإخوة المتابعون مشاهدين الكرام في كل مكان، أشكر زميلي محمد بمريك المري، أتواصل بتواصل الأشواط الصباحية في هذا اليوم السبت 25 من يناير 2020. هذا اليوم الذي تنطلق فيه الثنايا ومسافة 8 كيلومترات ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير على سيف حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه. تتواصل هذه الانطلاقات الصباحية في هذا اليوم وفي الأسبوع الأخير ضمن هذا المهرجان الغالي، حيث ننطلق في هذه الأثناء مع شوطنا الأول الرئيسي الخاص بالقعدان من 8 كيلومترات. طبعا أشواط الإنتاج الأربعة في هذا اليوم، هذا هو شوطنا الأول الرئيسي. جائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيك أب. أنطلق مع المركز الأول، الشعار شعار محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري على المركز الأول، وهذا مكلف على المركز الأول، مكلف في مقدمة الشوط يقود الأسماء بشعار بوثلاب على المركز الأول. المركز الثاني حوران، على المركز الثاني فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل آل نابت على المركز الثاني، يليهم مباشرة شعار البطين سالم بن عبد الله بن علي الفهيد المري مع غزيلان على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع شاهين جابر بن سعيد بن راشد بو وضحى المري على المركز الرابع. المركز الخامس يتقدم وينطلق سمران علي بن حمد بن عريج المري على المركز الخامس. هذه النتيجة الأولى متابعينا مشاهدين الكرام، أول إعلان، أول نداء لهذه المجموعة التي تتكون من 5 شعارات، مصرح لنا بإعلانها وانطلاقة موفقة إن شاء الله لهذه الأصايل وهذه السبك اللي تندفع اليوم. عودة إلى المركز الأول، إلى شعار أبو ثلاب على المركز الأول، مكلف على صدارة ومقدمة الشوط، القيادة والمتابعة عند مبارك بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري اللي يتابع هذه الانطلاقة ويتابع هذا الشعار. وهنا ثلاب أيضا بن راشد بن جليميد يتابع انطلاقة مكلف، هذا الشعار الخطير اللي يقدم دائما لمسات مميزة، يقدم أسماء جميلة وأسماء لها حروف من ذهب، هذا هو شعار بوثلاب عند مكلف. المركز الثاني غير معنا حوران إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل النابت على المركز الأول، غير في الكادر الفوقاني تشوفونه وتتابعون على الهواء مباشرة يا أخواني عبر شاشة قناة الريان وقنوات الدوري والكاس اللي تنقل هذا الحدث المهم. يا سلام على الكاس فور، تتابعون أيضا هذه الأحداث المهمة هنا في منطقة الشحانية بدوحة الخير. نتابع أيضا تغيير حصل هذا الشوط يا أخواني، على فكرة هذا الشوط مهم جدا بالنسبة للمنتجين، شوط رئيسي، شوط أول وشوط خاص بالإنتاج، وأيضا هذه الأسماء تنطلق بشعارة ملاكة باحثة عن ماذا؟ باحثة عن الإنجاز، باحثة عن السيارة وعن فوز بالشوط الأول وعن الناموس وعن الزعفران. والله طعمه غير الشوط الأول، الشوط الأول طعمه غير. على كل حال تمنياتي للجميع إن شاء الله بالتوفيق لكل هذه الشعارات.
المركز الثاني أعلننا الشعار بمسلم على المركز الأول. المركز الثاني ينطلق شاهين وأسيد جابر بن سعيد بن راشد بوضحة المري. المركز الثالث ينطلق شعار بن عريج مع المركز الثالث وعند سمران لأسيد علي بن حمد بن عريج المري على المركز الثالث. المركز الرابع وجود مكلف لمحمد بن راشد الثلاب بن جليميد الهاجري على المركز الرابع. المركز الخامس هذا الرامي أول إعلان للرامي للسيد هادي بن سالم بن محمد آل فهيدة المري بن قطامي على المركز الخامس. هذا النداء متابعينا مشاهدينا الكرام، نداء الثاني لخمسة أسماء أخرى تنطلق وتندفع في مسار الناموس. نتابع إن شاء الله هذه الانطلاقات ونترقب الانطلاقات في الفترة المسائية عند تمام الساعة الواحدة بعد ظهر هذا اليوم. الأشواط الرئيسية أشواط الرموز، ستة رموز إن شاء الله في الفترة المسائية، ومتعة وإثارة في الشحانية غير هذا الموسم، غير هذا الموسم، غير موسم 2020 أو 2019-2020 غير في الشحانية. والله غير. أعداد هائلة من أبناء الخليج يتوافدون هنا بمنطقة الشحانية بحثا عن ماذا؟ بحثا عن الترتيب، عن التنظيم، عن الجوائز العينية القيمة، وأيضا الرموز والسيارات والخيرات هنا في الشحانية. في الشحانية جوائز كبيرة رصدت في هذا العالم الساحر، عالم السباقات الهجن العربية الأصيلة. نتمنى إن شاء الله لكل الحاضرين التوفيق والناموس إن شاء الله. نتمنى التوفيق للجميع. شكرنا وتقديرنا لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن اللي يقوم ويتابع أيضا هذه الأحداث هنا في الشحانية. وأيضا شكرنا لنائبه سعادة عبد الله الكواري، أيضا له البصمة في هذا الميدان، ميدان الشحانية. وشكرنا وتقديرنا لشعلة النشاط في ميدان الشحانية أخي الأستاذ مبارك بن محمد البادي، أيضا المتابع الدائم في كل دقيقة لهذا الحدث المهم والأحداث الرياضية هنا في ميدان الشحانية. المركز الخامس يا أخواني، ننتقل في هذا المسار إلى المركز الخامس. عندنا تغيير بسيط على المركز الخامس. على المركز الخامس ينطلق هجام للسيد عبد العزيز بن سعود بن سالم الفهيدة المري على المركز الخامس. هذا نداؤنا. نعود متقدمين إلى المركز الرابع، في طريقنا إلى المركز الرابع، وعندنا المركز الرابع شاهين رقم ستة شاهين جابر بن سعيد بن راشد بوضحة المري، والمركز الثالث رقم خمسة نتقدم إلى حوران فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل آل نابت على المركز الثالث. نقلة أخرى إلى المركز الثاني، في طريقي إلى المركز الثاني عودا تدريجيا. وشعار بوثلاب خطير، والله خطير بوثلاب اليوم. الله يوفق الجميع إن شاء الله. التركيز مطلوب مبارك، التركيز مطلوب في هذا المسار. نتابع أسماء قوية يا مبارك حاضرة في هذا الشوط. شوف المركز السابع، وأيضا متابعة من الوالد راشد بن ثلاب بن جليميد هاجري اللي يتابع شعاره في هذا الصباح. يطمح بوثلاب اليوم بخطف ناموس صباحي، والله ناموس ولا أروع بوثلاب. المركز الثاني كما أسلفت هنا مكلف لمحمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، عودة إلى صدارتي ومقدمة الشوط. أختم ندائي عند صاحب المركز الأول، صاحب المركز الأول من سمران بشعار بن عريج. سمران بشعار بن عريج اللي يحتل المركز الأول وصدارتي ومقدمة الشوط.
هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام، إن سألتوا عن الموقع تجاوزنا لوحة 3 كيلومترات والمترات ونقترب من 2، هذه لوحة 2 أمامنا إلى خط النهاية، يعني راحت 6 كيلومترات ولا زالت هذه السبك وهذه الأصايل تتراقص فوق رمال الشحانية، تتراقص هنا في ميدان الشحانية وفوق رمالها. يا سلام يا سلام، السيارة بانت، المنصة بانت، بانت 2 كيلومترات عن خط النهاية، عن خط النهاية. غير بوثلاب، غير بوثلاب على المركز الأول. لا زالت الأمور في هذه اللحظات تسير من صالحي، من صالح مكلف حتى هذه اللحظة بدون أي أوامر، بدون أي أوامر. مبارك يتابع، يتابع هذا الانطلاق الموفق إن شاء الله لهذا الشعار. المركز الثاني، والله سمران خطير يتدخل من العمق. شاهين، شاهين بدأ الأسماء بالاقتراب يا أخواني، بدأنا بالاقتراب. شوفوا المركز الرابع اللي أعلناه بالمركز الخامس قبل لحظات، هجام هجم هجم هجام عبد العزيز بن سعود بن سالم الفهيد المري. والمركز الخامس اللي غير بدوره الى المركز الرابع وفي طريقه الى المركز الثالث، هذا هذا شعار البخيت، سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت على المركز الخامس الى المركز الرابع. وعندنا اسم جديد، زرعان، اول نداء واعلان لزرعان للسيد سعد بن محمد بن سعد النابت المري. ولكن الامور بدات بالاختلاط بعضها مع البعض، ولكن مثلاب من الجانب الآخر يحتل المرتبة الأولى، يحتل الصدارة، يحتل الصدارة. لازلنا في الطريق، أمامنا كيلومتر، كيلومتر يا محمد، يا بن راشد، يا بن ثلاب. الأمور، الأمور مع 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 المكلف حتى هذه اللحظة. يا سلام يا سلام، زرعان، زرعان أعلنا بالمركز الخامس، تقدم إلى المركز الأول في صدارة ومقدمة الشوط، يبحث، يبحث عن المركز الأول، يبحث عن المركز الأول، عن الصدارة، عن الناموس. بوثلاب خطير، بن قطامي خطير، أيضا أيضا صاحب المركز الرابع هجام، هجم هجام، هجم هجام. السيارة لمن، لمن، لمن؟ يا سلام، الله، الرامي يا أخواني، رمى الرامي على الهواء مباشرة السيارة والناموس في هذا الشوط، في هذا الشوط الرئيسي. رمى الرامي هادي بن سالم بن محمد ألف هيد المري. قلت لكم بن قطامي خطير، خطير. بوثلاب اللحظات الأخيرة، بوثلاب، بوثلاب على المركز الثاني مع مكلف، مع مكلف. الرامي، 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 الرامي. جود مورنينج لبن قطامي، حسمها الرامي، حسمها الرامي. فاز بالسيارة، فاز بالشوط الرئيسي الأول الخاص بالقعدان، انتصر الرامي. يا سلام، تهانينا والناموس لهادي بن سالم بن محمد الفيدة المري. والمركز الثاني، المركز الثاني مكلف محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري. المركز الثالث، المركز الثالث حوران فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل آل نابت. المركز الرابع، المركز الرابع هجام عبد العزيز بن سعود بن سالم الفهيد المري. المركز الخامس، وصل بالمركز الخامس متابعينا مشاهدينا الكرام زرعان سعد بن محمد بن سعد آل نابت المري. متابعينا مشاهدينا الكرام، الثنايا السبق المعروفات اللي تنطلق اليوم في هذا اليوم المميز ضمن هذا المهرجان الكبير. ينتصر الرامي بشعار السيد هادي بن صال بن سالم بن محمد ألف هيدا المري، شعار بن قطامي طبعا المعروف. حقق الناموس في هذا الشوط، انتصر وفاز وحقق ناموس الشوط الأول الخاص بالإنتاج القعدان تويوتا لاند كروزر بيك أب. فإذن هذا الشعار بناموس هذا الشوط، تهانينا والناموس. 12 دقيقة 44 ثانية، 62 جزء من الثانية،
هذا هو صاحب المركز الأول الرامي السيد هادي بن سالم بن محمد آل فهيدة المري. تهانينا والناموس لبنقطامي على انتصاره وتحقيقه لناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس حصوله على السيارة. المركز الثاني هذا اللي ما قصر حقيقة، مكلف كلف، لم يوفق بالسيارة ولكن وفق بالمركز الثاني وصيفا للسيارة في هذا الشوط الرئيسي. 12 دقيقة 46 ثانية 99 جزء من الثانية. تهنئة خاصة للوالد راشد بن ثلاب بن جريميد الهاجري وأنجاله الكرام على فوز مكلف بالمركز الثاني. المركز الثالث 12 دقيقة 48 ثانية 69 جزء من الثانية رقم 5.